<applause> فعلياً هذا اللي صار فيني لما نتكلم على الآي بيس وسيارة مختلفة تماماً من جاكوار وكهربائية قادمة لنا إن شاء الله في السعودية السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم فيصل السيف وتجربه للاي بيس السياره اللي المفروض تكون كهربائيه فحنضحي في كثير من التقنيات والتكنولوجيا ولكن جاكور سوتها باسلوب مختلف تماما جابت سياره كهربائيه تعطيك الباقه بالكامل التقنيات الجديده في نطاق السيارات الكهربائيه وايضا التقنيات الداخليه لك انت عشان تستفيد من اشياء ترفيهيه الى اشياء جدا ممتازه كماليه في السياره و تقريباَ نقدر نقول ما نقصوا شيء من السرعة والأداء والتسارع في نفس السيارة من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة في تقريباَ 4.5 ثواني وتعطي عزم بقوة ال 400 حصان وهو دفع رباعي مستمر شحنة كاملة يمشيها تقريباَ 400 و 800 كيلو هل هناك أي شخص أخر يساعدك في الوقت الحالي؟ سأتبع ريينجروبر سبورت go ahead yep oh you my يعني جدا رايق في الاي بيس وانها سياره كهربائيه لانه حتطلع ضجه في مجال السيارات الكهربائيه ببعض التقنيات المختلفه طريقه شحن البطاريات غير معتمده على المكابح بل هي معتمده على نفس الديناموات حقت الحركه على اساس ان هي تولد طاقه تشحن فيها نفس البطاريات. ايضا لما نجي نتكلم على الشحن وتقنياته، فالاي بيس الشحن اللي يجي معاه هو فيز واحد قدرته 7 كيلو وات تشحن 22 ميل في الساعه، فتقريبا انت تحطها على الشاحن يوم تخلص مشاويرك بالليل والصباح تلاقي السياره امورها تمام، وايضا في شحن بقدره 50 كيلو وات، هذا شحن صناعي يجي اي اي سي، يعطيك 168 ميل شحن في الساعه، ايضا في قدره الشحن السريع بالدي سي 100 كيلو واط هذا يشحن لك من صفر إلى ثمانين في في بطارية الآي بيس في 40 دقيقة بس وبطارياتها تسعين كيلو واط أصلا نفس بطارية السيارة وفي ضمان يجي مع البطارية أنه تشتغل إلى مئة ألف ميل أو ثمان سنوات أيهما أسبق وبرضو لما نتكلم على البيئة وما البيئة هما هو دحين سيارة كهربائية والمفروض أنها كويسة للبيئة أيضا البطاريات في السيارات الكهربائية تشكل خطر على البيئة بعد ما تتلف بعد ما تخلص عمرها فهنا لا ايضا تعهدت النفس جاكوار انه بطاريات الاي بيس حيتم التخلص منها بشكل ملائم للبيئه بشكل رهيب ايضا اعطونا بعض الاشياء على قدرتهم في بريطانيا في التخلص منها والشراكات اللي مسوينها علشان هذا الموضوع وايضا على اساس يثبتوا قوه البحث والتطوير اللي سووه استحدثوا حاجه اسمها الاي تروفي مسابقه مشتركه حتكون تمشي جنب الى جنب مع الفورميلا اي، المسابقه حقت الاي تروفي كل اللي حيصير فيه انه مجموعه من هذه السيارات في عشر جولات حول العالم في الموسم الخامس من الفورميلا اي بيتسابقون، ترى اولها في الديره عندنا في المملكه العربيه السعوديه، وانه السياره ذي اللي حيستخدموها هي نفسها اللي موجودة للمستخدمين إلا أنه مشالوا منها شوية قطع على أساس يخلوها مهيئة للمضمار أما محرك بطارية كفاءات أخرى كلها نفسها نفس السيارة ولو أتكلم عن بعض التقنيات المتطورة في هذه السيارة خليني أبدأ بالذكاء الصناعي الـ Artificial Intelligence يتم تفعيله واستخدامه لإعطاء أفضل مسافة مع طريقة القيادة حق قائد المركبة نفسه وإذا اخترت إعدادات السمارت سيتنج في نفس الـ AI حتى درجة الحرارة وتجهيز المقصورة والذكاء في إعدادات السيارة حسب القائد نفسه حق المركبة وأسلوبه في القيادة يتم تجهيزها ايضا في مساله الاي في نافيجيشن يعني نقدر نقول ملاحه على السيارات الكهربائيه تفرق عن الملاحه العاديه هي ملاحه بالكامل بكل امورها ولكن اذا احتجت شحن سيكون مدمج في الخرائط نفسها نقاط الشحن القريبه وين حتكون موجوده على اساس تقدر تروح لها بكل بساطه تقنيات مضافه موجوده في نفس الاي بيس لما نتكلم على نفس الاندرويد اوتو اذا توفر في منطقتك وايضا نتكلم على الكار بلاي من خلالها تقدر تشوف النافيجيشن تشوف رسائلك تشوف امورك طبيعي حتشبك جوالك وتعيش الجو طبيعيا مع السياره هذه الكهربائيه وايضا الاي بيس هي مجموعه منافذ الى ست منافذ يو اس بي فما عندك مساله انك تضحي على المنافذ بحكم انه سيارة كهربائية خلينا ما نستخدم البطارية كثير زي ما سمعت من بعض الصانعين الاخرين بكل بساطة انت عندك المنافذ عندك الحرية وايضا المنفذ الامامي اللي موجود في القمرة اللي في الوسط هذا جدا رايق لو حاطين واحد يمين وواحد يسار يعني حركة لقيتها شوي كذا كول cool وايضا نتكلم على التحكم من خلال اليكسا بالسيارة فانت تربط اليكسا وتحط السكيل حقت نفس الجاكور السيارة الابلكيشن حق جاكور وبعدين تقدر تعرف المعلومات اللي موجودة في التطبيق ولكن عن طريق أليكسا تسألها الأسئلة وحتجاوب عليك وفي أشياء تفاصيل صغيرة برضو ما قصروا فيها وحطوها نتكلم على شاشة اي LED العليا الوسطى وأيضا أنك تقدر تتحكم بالكنترولز بشكل جدا ذكي بدون ما أنك تدور على مفاتيح تاتش كثيرة ما عندك الشاشة الضخمة اللي موجودة في النسلة عندك شاشتين تقدر من خلالهم تحصل على مات كويسة أيضا عندهم الـ activity. الـ activity اللي هي الاكتيفيتي هذه حقت الاكتيفيتي اللي كويسة المفروض أنه تصير على طول تشغل السيارة وتقدر تفتح الشنطة تقدر تحط أغراضك مفتاح جوا أمور جوا أمورك تمام بنفس السوار حتقدر تستخدم المساحة الكاملة اللي موجودة الكراسي اللي ورا تقدر تصفطها وتقدر تحصل على مساحة أكثر من 1400 لتر قاعدين نتكلم عن أشياء كثيرة حطوها هنا في الآي بيس وفعليا ما هي بسيارة كهربائية أبدا ما هي بسيارة كهربائية خلي أحد يثبت أن سيارة كهربائية لما يفتح المحرك او ما حيلاقي محرك حيلاقي مولدات حركه وحيشوف هذا الموضوع لانه على التراك ما حسيت ابدا انه هذه سياره كهربائيه ايضا في تقنيه اداره درجه الحراره الثيرمال Management) هي تقوم بإدارة درجة حرارة البطارية لإعطاء أفضل نتيجة مهما اختلفت الأحوال الجوية الحين كيف أفضل نتيجة في البطارية؟ هذا يعني أنه أطول مسافة يمكن قطعها ولكن مع كامل الإمكانيات اللي يحبها نفس قائد مركبة السيارة انت لما تقود الاي بيس وتمشي فيها في الشارع انت بكل بساطه قاعد تمشي بسياره اس يو في احترافيه و اي اي اس يو في هذه الفئه هي اس يو في ترفعها تنزلها تضبطها تقنيات حلوه بس اس يو في ما علي من انها اس يو في ولا لا ولكن فعليا اجمل تجربه قياده لسياره كهربائيه الى الحين خذتها مع هذه السياره الشيء الوحيد اللي شخصيا الاقيه محزن مع نفس الاي بيس انه ما حتنزل المملكه الين نهايه عام 2019، باذن الله وقتها حيكون اصلا عندنا البنيه التحتيه الكافيه على اساس السيارات الكهربائيه تمشي براحتها، ويبغى لك تفكر بشكل مختلف عن السيارات الكهربائيه من مبدا اداره يومك. لانه اصلا السيارات الكهربائيه فعليا لازم تحسب كيف رايح كيف جاي وهذه تعتبر مثل ما تعتبر واقع حقيقيه انت اذا عندك سياره كهربائيه تعرف انه ما حتمشي بيومك اكثر من 400 كيلو اذا تمشي اكثر من 400 كيلو يمكن هذا مش الخيار المناسب لك حاليا ولكن اذا انت تمشي في اليوم 100 200 كيلو تعرف انه سيارتك خلال الليل بتشحن طبيعي زيها زي الجوال وبعدين حتستخدمها تروح وتجي امورك زي الفل حتعرف انه السياره حتاديك بشكل جدا ممتاز كسياره كهربائيه هذه احد الخيارات اللي هي اس يو في تعتبر وايضا ما حتخليك تضحي باي الاشياء الرايقه اللي تجي مع سيارات المحرك بس حتعطيك شيء كهربائي جدا رايق وجميل نهاية الفيديو كل فيديو اعطوني رايكم ايش رايكم في الاي بيس وبرضه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشوفكم على الف خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته